بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه واجعلنا شرعات هداية يا ربنا يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوانه. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. وقلنا العشر هذايا لأنه يعني كانت أمكم يسرى تجب تختار الاختيار لصالحك الدنيا والآخرة، ما عرفتش خذك عملت الاختيار الآخر، راك ريت الحاجات الطيبة تمتعت بحق مش بواجب حقيقة، من نعمة إلى نعمة ومن مفاجأة صار إلى مفاجأة صار. هذا حالنا، وإن اضطهدتمونا وإن قتلتمونا وحاكمتمونا وهاجرتمونا ولعنتمونا احنا في حياة طيبة لأنه نستلذ الجهاد لأنه في سبيل الله، نصبر لأن الله أرادنا أن نكون من الصابرين لكي يعطينا ما لم يكن في الحسبان، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. في الدنيا هنا يقول ربي أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، نحن في اضطرار، قال من جاوبك كان أنا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، معناها تقبلوا فينا بالسوء المعنوي والمادي والمالي والاجتماعي والفني بالمقلوب، زعما تبداو تغامزوا علينا وترموا في شعركم المؤذي وتمثيلياتكم المؤذية بالشرع بالإسلام والمسلمين. تخافوش احنا مأهلين، قول لك عزوزة ما هي معكرس، احنا دربين على الكدمات وعلى رياضكم الباردة المغرضة تندونسيوز، سو سون دي زاتيتود تندونسيوز دوريجين ساتانيك، نسأل الله السلامة.